إليكم، ما أفضل الأعمال في الاعتكاف؟ الأعمال التي يرغب الشارع من العباد أن يفعلوها ثلاثة أنواع: فروض أعيان، فروض أعيان مثل الصلوات المفروضة، فهذه من الأمور الثابتة اللازمة، والثاني فروض على الكفاية مثل صلاة الجنازة، مثل طلب العلم، مثل الأمر بالمعروف، وهي أقل رتبة من الأولى، والثالث النوافل. وبالتالي هي مرتبة على هذا الترتيب، فإن كان يستطيع أن يستغل جميع وقته في فروض الأعيان فهي أولى وأحسن، وإن لم يجد شغلها بفروض الكفاية من مثل قراءة القرآن، مثل استماع العلم، من مثل حضور الحلقات التي يبث فيها العلم والهدى، فهذه تقع في رتبة أخرى.